أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اختر الكلمة الصحيحة، choose the correct word. لديكم خيارين، اختري خيار الصحيح. ماذا نكتب هنا؟ What shall we write here? Can anyone tell me? أم منتهى. Do you hear me? So now, what shall we write here? هذا Sorry. أسرتي. هذا صورة أسرتي. هذا is used for masculine. Sura is feminine. So say هذه. هذه صورة أسرتي. Next. هذه Next. شجرة. Next. هو يقرأ. هو يقرأ. Correct. In which way? You will write them. هل أنت Write them and send me the picture. Okay. هذه سورة سورتي صحيح. هل هذه هجرة صحيح. هو يقرأ صحيح. هل أنت مسيح صحيح. هذا أخي هو مدرس صحيح. من أين أنت صحيح. صاد بالحمام صحيح. الوحدة الثالثة turn unit a second residence. الوحدة الثالثة السكن الدرس التاسع عشر. الحوار بين أحمد وحسان. First student عائشة عمران. نعم. أنت أحمد. You are أحمد. جيون هيكا. السلام عليكم سر. وعليكم السلام. You are حسان. اوكي. الوحدة الثالثة السكن الدرس التاسع عشر الحوار الأول. انظر واستمع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ هايكا. أسكن في يسر. Repeat. أسكن في هي المطار. حي المطار. هي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في البيت؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. لا، أسكن في الشقة. رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ 5. وما رقم بيتك؟ وما ركن بيتك؟ رقم بيتك. رقم بيتك.
تسعة. تسعة. Next word, مريم إبراهيم. سامية قيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سامية, you are first student, okay? أم متنة. ياسيني. Yasini, do you hear me? Darish. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Darish, you are second student, okay? والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. عليكم السلام. You need to repeat what you hear. Samia. السلام عليكم. وعليكم السلام. جالش. Zarish, do you hear us? Miss Hoor. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Huda ka tu nikla na bahar. Aina taskun? Samia. Aina taskun? أسكن في حي المصير. أسكن في حي المطار. أسكن في حي المطار. أسكن في حي المطار. أين تسكن أنت؟ مطار. وأين تسكن أنت؟ وأين تسكن أنت؟ جي ميني بولا تھا وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في بيت؟ نعم، أسكن في بيت. هل؟ نعم، أنا أسكن في البيت. نعم، أسكن في البيت. هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في البيت؟ لا، أسكن في شقة. لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ خمسة. ما رقم بيتك؟ خمسة. ما رقم بيتك؟ تسعة. تسعة. Next student, Aisha Imran. Mom. You are first student, John Aika.
اوكي سر. You are second student. الوحدة الثالثة، السكن، الدرس التاسع عشر، الحوار الأول. انظر واستمع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أين تسكن؟ أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أين تسكن في الأنهار؟ أسكن في حي المطار، وأين تسكن أنت؟ Repeat. أسكن في حي المطار، هايكا. أسكن في المطار. وأين تسكن أنت؟ هايكا. وأين تسكن أنت؟ أسكن في حي الجامعة. أسكن في حي الجامعة. هل تسكن في بيت؟ هل تسكن في البيت؟ نعم، أسكن في بيت. نعم، أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ وهل وأنت تسكن في تسكن بيت؟ في البيت؟ لا، أسكن في شقة. لا أسكن في الشقة. ما رقم شقتك؟ ما رقم شقتك؟ خمسة. خمسة. وما رقم بيتك؟ أيها، وما رقم بيتك؟ تسعة. والآن Next student مريم إبراهيم. تسعة. يس معلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. You are first student, okay? اوكي سامي. السلام عليكم. Wait. سامية. السلام عليكم. Wait. سامي. اوكي Do you hear us, Samia? Ummu Muttanna. Yasini. Yasini, do you hear us? Yes. Okay, so Yasini, you are second person. Maryam okay. is first and Yasini is second. Start okay. this. Start, Maryam. السلام عليكم. ياسيني ريبلاي. Yeah. أنت في أي بلد؟ You need to لا لا ask لا. السلام شيء. عليكم. وعليكم السلام. أين أسكن أنت؟ أين تسكن أنت؟ أسكن سوري، أين تسكن أنت؟ أنا في أمريكا. And Yasini asked the same question. Yasini Askunu. Wait, Maria, wait. Askunu fi Amriki. Fi Amriki. Aywa. Hal Askunu fi Albayt? Hal Askunu fi Albayt? Sorry. Hal Taskunu, Taskunu. Hal Taskunu fi Albayt? Naam. Ana Taskunu fi Albayt. أسكن. أنا أسكن في البيت. ما رقم بيت؟ ما رقم بيتك؟
رقم البيت تك تك بيتي بيتي اه بيتي رقم البيت 21. ما شاء الله تبارك. Next student, Zaidish Rahman. Four. Yes. You are first student. Aisha Imran. Wow. You are second student. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكنين؟ أسكنين في بيت. Repeat your answer. أسكن أسكنين تفيمل أسكنين. أسكن. أوكي. أسكن في بيت. أسكن في البيت. Okay, في البيت. Ask her the same question. وأين وأين أين تسكن؟ اسمعي. وأين تسكن أنت؟ أسكن في البيت. Hold wait. Aisha, you will ask وأين تسكنين أنت؟ وأين تسكنين أنت؟ Four. أسكن في هل تسكنين في البيت؟ أبي أبكو پہلے بتا چکی ہے کہ میں گھر میں رہتی ہوں اس کو میں چھوڑنے اگلا سوال پوچھے ما رقم بيتي؟ هل تسعة. Next student, جيون هايكا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين تسكنين؟ وأين باكستان؟ أسكن في باكستان. I will ask you again. أين تسكنين؟ أسكن في باكستان. هل تسكنين في البيت؟ أسكنون في ال... نعم أسكن في البيت. I will ask you again. هل تسكنين في البيت؟ نعم أسكنون في البيت. أسكن في البيت. بيت. ما رقم بيتك؟ نعم رقم البيت. ما رقم البيت؟ What is your house number? You can just say any number like تسعة، ستة، مية، وخمسة، something like this. المفردات. Next student, مريم إبراهيم. Yes, معلم. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس التاسع عشر. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. بيت. Repeat. بيت. شقة. شقة. رقم. رقم. حي. حي.
يسكن. يسكن. لا. لا. المطار. المطار. الجامعة. الجامعة. سل بين الكلمة والسورة المناسبة. مناسب. للسورة ما حي. حي. وللسورة أول الثانية بيت. بيت. للسورة الأولى شقة. ثانية. غرفة. الأولى هنا. لا. السورة الثانية. المطار. المطار. الأولى. جامعة. ثانية. يسكن. And there's a mistake here in this picture. There's غرفة. a mistake. غرفة. Yes. معلم. Yes. Next student, Samia Kayum, or anyone can tell me what is the word here? Yes, sir. What is the word for form, shape, anyone? Shakal. Shakal. Spelling. Shakal. 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 Tashkal. Indeed. Inna. Spelling. نون. ألف نون. همزة. همزة نون. هو. هو. الذي. أنثى برنا. الذي. الذي. ألف لام. ألف لام. ذال. ذال. يا. Yeah. Only just. Only. بس. بس. باسين. Okay, only one student this time. Ummu Mutanna. Yasini. Do you hear me? Yeah, yeah, I'm hearing. Okay. So what Thank is the option you. Here? Which option? You have four options. Choose one option. Or will not. Do you know yes or no? So, what was the question? What is the meaning of will not in Arabic? What is the meaning of shahr in Arabic? Will not. The word is will not. In Arabic, what do we call will not? Oh, well done. Well then, in Arabic, I don't know that. I know, but anyone in else? Arabic, sorry, lan, lan, correct, lan, program, barnamij, 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 lan. Lang. What is the word? Lang. Lam nun. Lam nun. Lang. Mother. Umma. 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 No.
برنامج 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 حرب حروب نون لن لن حرب برنامج حرب حرب حروب حمزة يا حمزة يا Okay, this is again spelling, so anyone can answer. What is the word? Dalek. No. Man. Man. Hada. Allazi. 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 This is female, feminine. Single. Allati. Allati. Anti. Allati. Allati. Situation. حال 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 أحوال. Now we have learned new words. عندما. So next student is Zarish Rahman. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Read this. Read this. عندما. عندما. وضع. عندما. وضع. 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 عندي. عندما. عندما. وضع. 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 وضع وضع هم هم third option fourth option third option هم 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 third option دور أدوار دور هم دور هم دي first option دور أدوار دور أدوار دور fourth option دور أدوار دور fourth option fourth option وضع أوضاع second option هم عندما who whom third option عندما عندما دور عندما أدوار دور أدوار دور أدوار دور أدوار third option دور أدوار دور أدوار عندما third option عندما third option
وضع أوضاع دور أدوار دور أدوار دور Fourth أدوار option. No. دور Third option. أدوار دور أدوار وجه وجوه وجوه مرة Second option. No. Third option. وجه Fourth option. Fourth option. وجه وجوه Fourth option. No. First option. دور أدوار وجه وجوه First. وجه وجوه No. Second. وجه No. وجوه وجه Fourth. وجوه Anybody, any question? No. We'll stop here. Ma'alim, wada'a means explain. He put. Wada'a. He put. Anyone else? See you all next time, inshallah. Masalama. مع السلامة جزاكم الله خيرا كثيرا جزاكم الله خيرا